السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العتبات الدينية وسلطتها. سنتطرق في هذه الحلقة إلى دور من يديرون العتبات الدينية، كيف يتحكمون ويسيطرون على أملاك المواطنين والدولة، كيف أن لهم اليد في حجز مناطق كاملة ومنع ممارسة التجارة فيها، كذلك دورهم في النشاطات العسكرية ودورهم في العمل السياسي، بالإضافة إلى حجم الأموال التي يحصلون عليها سنويا بسبب هذه الأماكن أي العتبات. في المقابل سنتحدث عن تعامل القانون معهم، الحكومات المتعاقبة كيف تتعامل معهم، وكذلك دور الميليشيات في العراق وارتباطها بهم. سنذهب بداية مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الله يخليك جوانب طرق النعاد والدجداشة البيضة. شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث انت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. احنا وين رايحين؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن أعلن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم عن صدور قرار بمنع العتبة العسكرية من استملاك الأراضي في مدينة سامراء. قال الكريم كذلك إن غلق المنطقة القديمة في سامراء ومنع أصحاب المحال التجارية وسكان تلك المنطقة من ممارسة أعمالهم التجارية يؤجج الوضع في المدينة، وهذه مسألة بدأت تولد احتقانا داخل المدينة وتذمرا لدى أصحاب الأملاك. لفت أيضا إلى أن مجلس المحافظة أي محافظة صلاح الدين نبه الحكومة في بغداد ودعا العتبة العسكرية والأجهزة الأمنية إلى فتح المنطقة القديمة، وأوضح أنهم رفضوا فتحها، لذلك قرر مجلس المحافظة إيقاف استملاكات العتبة العسكرية لحين فتح المنطقة ومعرفة التصميمات وما توده العتبة العسكرية من خلال إعمار هذه المنطقة. دعونا نشاهد. عرقلت هذا الموضوع لاغتصاب هذه المنطقة من قبل العتبة العسكرية، هي سبب المشكلة. العتبة العسكرية هي السبب الرئيسي لعدم فتح المنطقة القديمة، وهي اللي تعارض بسبب حجة الإرهاب وبسبب حجة التهديدات إلى الإمام، لكن هذا غير صحيح. أطماعها في المنطقة القديمة، والدليل على ذلك اليوم بدأت تنزل سعر المتر ونزلته الى مليون، وايضا ما تشتري وتقول لك ما اريد. ليش؟ خاطر تنزل بعد. ليش بكربلاء المتر ب 20 مليون وب 15 مليون وبالنجف وبالكاظميه؟ ليش بسامره؟ لانه املاك ابناء مدينه سامره احنا كنا مطلوب من عندنا اليوم وقفه ضد العتبه العسكريه، لانها هي المعرقل الوحيد. عمليات سامره اليوم تيجي تفتح شارع المق هي ما تقبل، تريد تفتح سوق مريم ما تقبل، تريد تفتح شارع الشواف ما تقبل. ليش؟ وده تشتغل وتعمل وتجاوزت على أملاك البلدية وحولت أملاك بلدية سامراء بهتا ومخالفة للقانون، بتواطئ من موظفين من أبناء سامراء، من مدراء البلديات، من المهندسين، من جماعة التسجيل العقاري، بتواطئ وباتفاق وبتهديدات وبغير، حولت أملاك هذه الأملاك البلدية. طبعا نأتي هنا إلى بيان من هيئة علماء المسلمين في العراق الذي قالت فيه إن مدينة سامراء تتعرض لانتهاكات خطيرة بحقوق الإنسان منذ 4 سنوات على يد ميليشيا الحشد. أضافت الهيئة أن حكومات ما بعد 2003 تتستر على الانتهاكات المستمرة لميليشيا الحشد، خصوصا سرايا السلام وبدر اللتين تستوليان على عقارات المواطنين القريبة من المرقدين العسكريين، وكذلك توسعان نشاطهما لتستوليا على منازل المواطنين ومحلهم التجارية في السوق الرئيس للمدينة بعد إغلاقه لمدة 10 سنوات. أكدت الهيئة كذلك أن ما يجري من انتهاكات في سامراء يهدف لتغيير واقع المدينة وطبيعتها ونمط حياتها، حيث تفيد التقارير أن أكثر من 1500 شخص اعتقلوا منذ سيطرة الميليشيات على المدينة عام 2014. كذلك أشارت الهيئة إلى أن هذا الواقع المأساوي الذي تعيشه سامراء هو من مخرجات الواقع الشاذ الذي يمر به العراق،
وغض طرف بعض الجهات الدولية والتي من مسؤوليتها حماية المدينة بحكم كونها إحدى مدن التراث العالمي التي يدعون حمايتها والمحافظة عليها. نأتي هنا إلى مقطع آخر نعرضه لحضراتكم الآن، وهو تنظيم أهالي وجهاء سامراء تحديدا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بإيقاف استمرار استملاك العتبة العسكرية للأراضي في المدينة. دعونا نشاهد. إيقاف الاستملاك للعتبة العسكرية وإعادة ما تم استملاكه سابقا من الأراضي التابعة إلى البلدية. 4 إشراك أهالي المدينة في إدارة العتبة العسكرية، فهم من حافظ عليها طيلة القرون الماضية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع إلى رئيس السيد أبو أيوب من هولندا بهذا الخصوص. أهلا بك سيد أبو أيوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أحييك أخي العزيز وحيي قناة الرافدين. حياك الله أخي. بالنسبة هم يعني هم بالنسبة اليوم الموضوع العتبات المقدسة، هم هذول أهل العمايم، هم عبارة عن لصوص وخربوا البلد. فيا أخي يعني بيحق زين، هم يقولون إحنا كدين زين، إيش أنت تستقطع أنت شبر؟ ما تخاف من الله يا مجرم؟ تأخذ أراضي غيرك بغير حق، أراضي ناس بغير حق. شنو غايتكم؟ بس أريد أفهم شنو هذا التغيير الديموغرافي اللي يصير. يا أيها الشعب العراقي كفى نوم، اصحوا من السبات أخي. هذه يعني تعليمات تجيهم من إيران المجوسية. فأخي إحنا سبب البلد، إحنا إيران المجوس. ولكن ماذا عن دور السلطة؟ أين دور القضاء في إيقاف هذه الجهات، وإن كانت عتبات دينية وإن كانت من شخصيات معروفة في المجتمع، لكن في النهاية هناك قانون يجب أن يطبق. لماذا لا يطبق القانون على هؤلاء؟ أخي العزيز، هم الحكومة يأخذون تعليمات، يعني هم المعممين ينطوهم تعليمات للحكومة. فيا أخي، يا حكومة اللي تحكي عليها بالعراق، هم دول السراق. هو عادل عبد المهدي 76 فصيل الأمريكان قالوا له أريدهم هذول، قالوا انطوني بعض بس مدة قصيرة. فيا أخي هذول أدوات عند إيران. يا أخي العزيز، إيران استحوذت على البلد. فيا أخي والله العظيم، إحنا نآزر أخواننا الشيعة بأي مكان وبأي شيء، كسنة وشيعة، ولكن أخي والله العظيم سبب خراب البلد هي إيران المجوسية وهذا العمايم. هم اللي زرعوا التفرقة بين أهل السنة واغتصاب أموال العالم بغير حق. يعني بلد إلى الهاوية أخي العزيز، يعني البلد ماكو حق وباطل به. يعني يا أخي العزيز، أي مكان تجي عليها ماخذيها مسيطرين عليها، تروح تراجع إلا أنت تنتمي للأحزاب يلا تصير شغلتك. فبمعنى هم مستحوذين على الحكم أخي العزيز. وضحت الفكرة أبو أيوب، أشكرك للمشاركة. يرى السيد أبو أيوب أن سيطرة هذه الجهات، هذه الأطراف متوسعة، تطال جهات كثيرة في الدولة، تطال أجهزة كثيرة في الدولة، تطال مؤسسات كثيرة، يفرضون سيطرتهم على كثير من الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة للمواطنين. كما قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، هم فوق القانون، أي العتبات الدينية ومن يديرها هم فوق القانون في العراق الآن. فكيف يمكن لهذه الجهات أن تصبح فوق القانون؟ ما الذي قدمته أو فعلته للمجتمع العراقي، للدولة العراقية، لكي يوضعوا فوق القانون؟ وهل من المتعارف عليه في أي دولة في العالم أن هناك من هو فوق القانون؟ من الذي يمكن أن يكون فوق القانون في أي مكان في العالم، ليس فقط في العراق؟ فلماذا هذه الاستثناءات؟ لماذا هذه المحاباة لهؤلاء؟ لماذا التستر على الانتهاكات التي ترتكب من قبلهم؟ وهناك اعترافات حكومية بهذا الصدد، وسنأتي تباعا إلى تصريحات أخطر من التصريح الذي تحدث به رئيس مجلس محافظة صلاح الدين. أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، إحنا إذا نريد نكون صريحين أكثر، إنه السلطة الدينية لها سلطة فوق السلطة القانونية. لماذا يا أبو عمر؟ إحنا ما بينا. لماذا هم فوق القانون؟ الدين فوق القانون، هذا حقهم حتى وإن كان مخالف للشريعة الإسلامية بأي شكل من الأشكال.
هم عندهم الدين فوق السلطة القانونية. حتى السلطة القانونية هذه ما أخذت تشريعاتها من السلطة الدينية، واحد يساند الآخر. أنت تساندني بالفتاوي وبالتشريعات الباطلة والفتاوي الباطلة بقتل الآخرين وهم المخالفين من أهل السنة والسيطرة على الدولة بكاملة، وإحنا أيضا نساندكم بالمال، لكم أموال القبور والأضرحة، لكم أموال الخمس بأشكاله، وإحنا أيضا من خلال السرقات اللي تحدث بالدولة راح نساندكم بهذه الأموال ونعطيكم إياها، وإحنا الشركة كلنا لأجل بقائنا واستمراريتنا في البقاء على هذه السلطة. فالقضاء يساند الحرامية السلطة القانونية العفو السياسية، والسياسية ساند القضائية، فهم كلهم واحد مكمل للآخر شئنا وبينه. أما ما نطلع واحد يرفع ولا خيك بس والله يعني مثل ما يقول يهم هذا العمل الخبيث اللي يجري بالعراق، هذا أجلكم الله منافق وخبيث. هو من عدمه بيهم شوفهم شارك وياهم ومثل ما يقول يحكي عليهم يتكلم عليهم يذمهم ويطلع عيوبهم، هذا كله كذب بكذب، هذا خداع، هذا خداع موجود عندهم. هذه القبور والأضرحة والخبز هذه تدر المليارات، تؤدي إلى مثل ما يقول غناء، مثل ما يقول أن يختنون بها، يختنون بها، وهذه غناء ما تقع عند أحد، مو قطر هاي أستاذ هاي رجل خطاب هاي كله أو مبلغ اسم طلعوا الشيعة يعني بكل مناطق. سمعنا المظاهرات مالتهم يقولون باسم الدين باقون الحرامية، زين باسم الدين مو هذا هو جزء من الدين، هذا المخطط هو مخطط رئيسي جزء من الدين، هذا مو عيب. كيف يمكن علاج هذه السيطرة أو هذه المشكلة التي بسببها تسيطر هذه المؤسسات الدينية على مفاصل كثيرة من الدولة، تستحوذ بطرق غير شرعية كما تحدث مسؤولون على ممتلكات عامة وكذلك ممتلكات خاصة، كيف يمكن أن يتم إيقاف أو السيطرة أو الحد من تمدد هذه الجهات بأفعالها؟ والله يا أستاذ محمد عصام بصراحة أقول لك إياها، إحنا الآن الفرصة مؤاتية، إحنا نشوف الغرب وأمريكا وحتى إسرائيل قلبت على إيران، باعت الإيران وتهدد بيهم تدمرهم، تيجي تدمرهم شئنا ما بينا. احنا ننظر الى واقع الحال، ما ننظر الى الباطن، الباطن ما نعرف شو ماكو الا الله سبحانه وتعالى والمجتمعين عليه هم اللي يعرفون، لكن احنا علينا تكثيف اعلامي اقوى واقوى بكثير مما هو ظاهر علينا الاعلام الان، سواء من قناة الرافدين او قنوات اخرى، كشف حقيقة هؤلاء، توعية المواطن مهما تكون قوميته وطائفته وديانته، توعيته الى حقيقة ما يجري، سرقات مئات المليارات من الدولارات. يا ترى انت يا الشيعة لماذا تركتي لحد الان على مئات وانت ما عندكم شربة مية ولا كهرباء وما عندكم نزراع على صناعة على وظائف لعال، شنو يدعوكم الى السكوت عن هذا؟ اشكرك يا ابو عمر، اشكرك يا ابو عمر لمشاركتك، وبهذه النقطة سنترك المشاهدين ليشاهدوا أن أهالي الجنوب، أهالي المحافظات التي توجد فيها هذه العتبات الدينية لا يسكتون على هذا الموضوع. نظم أهالي محافظة كربلاء تظاهر احتجاجية ضد ممارسات ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي وكذلك المدعو مرتضى الحسيني. هذه الممارسات التي أضرت بأصحاب المحال التجارية في المدينة القديمة بمحافظة كربلاء، أعلن المحتجون عن 10 مطالب منها محاسبة فاسدين وإعطاء المناصب في المحافظة لأصحاب الكفاءة والأمانة، ورفضوا أي إجراء حكومي من شأنه إلحاق الضرر بأرزاق المواطنين. دعونا نشاهد. منتظر منتظر شاب حاله حال واي شباب وأكو واي أفضل منه وأشرف منه، يجي منتظر اللي ما أخذ بالتشيخ لأنه ما أعرف منصبه شنو، منصبه مجهول عند الجميع، يجي يتقلب منا انا ويا كم واحد 5 6 7 يوميا بشارع السدره، لو يجي ويا المحافظ ولا ويا غيره، من صارت شغله التوقيع من وقع على السامع هذا الرجل بداخل صحن الحسين قالوا لا انه بس مناصرون منتظر، مناصرون منتظر، مو هذا الكلام سيد، والمنتسب البسيط، المنتسب البسيط اللي ما عنده احد يدزون عليه وقته ساقطه حش السامع، هي ساقطه ويدزوها عليه نفس أمارة بالسوق، الله يقول مو بنادم، يدزوها وتوصل لها 150 واحد، والله ها لأنه إيه تقبل من عندها الرقم وتقبل وجاوب وياها زين، هذا الشخص صح اللي سواله خطأ، وين المحاسبة بعدها؟ أسلسل لك إياها أنا بعد التوقيع طلع ويا الشيخ عبد المهدي سماحة المتولي وين؟ بالانتخابات وبصورة ونزلت موجودة عند الكل،
وراها نزل ويعقل الطريحي ويفتر بالشوارع. هي مراجل مو هذا الواقع سيد. انت مقهور بداخلك بس ما بيدك شيء مولاي تاج راسي. انت قل لي بالخطأ والصح. رأس الهرم عنده اختلاف بالتفكير، ما عنده سلطة. رأس الهرم ما عنده سلطة. سماحة الشيخ ما عنده سلطة على مرتضى، هذا واقع الحال. وبس الجبان اللي يسكت واتحدى واحد يقول سماحة الشيخ إلى كلمة على منتظر الحسيني. أتحدى من وقع سماحة الشيخ؟ من وقع منتظر الداخل صحن الإمام الحسين؟ وفيت وكفيت. إجا كتاب وجاء أمر من مكتب السيد سيستاني إنه منتظر ينفصل. وفيت وكفيت. وفيت وكفيت. نأتي هنا إلى رسالة السيد مبروك من الإمارات التي أرسلها على خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين. طبعا بإمكانكم أيضا المشاركة من خلال أرقامنا الظاهرة أسفل الشاشة أمام حضراتكم. يقول أخي محمد، ارتباط الأموال بالعتبات والأحزاب العميلة لإيران هما من يقودان أو من يقومان بالسرقة والسرقات من هذه الأموال، فهي من حقوق الشعب وليست من حقوق هؤلاء الأحزاب العميلة لإيران. أما ارتباط الميليشيات بهم فهذا له موضوع آخر يرتبط بالقتلة والممارسات الطائفية. أما كيف يتعامل القانون معهم فهذا يرتبط بالحكومات المتعاقبة، فالقانون لا يوجد هناك قانون يحاسبهم على ما يفعلونه بهذه الأمور، فهم سببها لأنهم مارسوها من سلب والنهب والسرقات من قوت وخيرات العراقيين. الأفضل إيجاد حكام همهم الشعب وأوضاعه وإعادة حقوق أفراده في البلد. تحية لكادر قناة الرافدين للعاملين فيها وللأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى الضاري، وتحية لهذه القناة الناقلة للواقع. شكرا جزيلا سيد مبروك من الإمارات. طبعا نكمل الحديث بهذا الموضوع مشاهدينا. الموضوع لا يقتصر فقط على السيطرة على بنايات أو على محال تجارية، هناك أموال كثيرة تذهب إلى هذه المؤسسات، هذه العتبات الدينية، وتضع كثير من التساؤلات حول مصير هذه الأموال. أموال بالملايين تدخل إلى هذه المناطق بسبب طبعا تعدد المراسم الدينية والزيارات وما إلى ذلك. هناك أموال تذهب، فيتساءل الكثيرون لماذا لا نرى من هذه الأموال شيئا للفقراء الموجودين الآن في كربلاء على سبيل المثال، أو في سمراء على سبيل المثال، أو في أي مكان توجد فيه مؤسسات دينية؟ لماذا لا نرى إعمار؟ لماذا لا نرى تقديم خدمات للمحافظة التي تتواجد في هذه العتبات؟ ما مصير هذه الأموال؟ دعونا هنا. طيب سنكمل الحديث بهذا الموضوع، لكن نستمع إلى السيدة أم عبد الله من بغداد. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك ولقناتكم الشريفة ولكل عراقي شريف، وليلة مباركة إن شاء الله على الجميع. أهلا أم عبد الله، أهلا وسهلا. أستاذ، إحنا عندنا عتبات مقدسة في العراق كلش هواية، وخاصة بعد 2003 عندما صار الحكم الشيعي، يقولون على أساس طائفي بس هو شيعي. يعني الاتجاه وين صار؟ الاتجاه على العتبات المقدسة والأموال اللي تدور هذه العتبات أموال طائلة يعني جدا. المفروض انه هذه الاموال يعني كلها تصرف على العامة وعلى الفقراء اذا كان عندنا فقراء زين. وهسه كل الشعب العراقي او زيت الشعب العراقي خاصة الشيعة هم اكثريتهم تحت خط الفقر، فما شفنا واحد معمم انه قام قال انه راح نسوي كذا للشيعة او للناس او للعامة او ككل، يعني مو الا الشيعة، مع احترامي للشيعة الطيبين. أستاذ، إنه هذه الأرباح كلها أول شيء قاموا بعملية إنه كل شيء يتبع للأئمة أو للوقف الشيعي أو شيء يعني اسم لآل البيت يعتبروه هو الشيعي، فقاموا بعملية الاستحواذ على الأراضي وعلى. ولكن هل هذا مبرر يا أم عبد الله؟ هل هذا مبرر لكي تتم باسم هذه الرموز الدينية المقدسة التي لها وزنها في التاريخ الإسلامي أن تشوه صورها بهذه الطريقة؟ يعني استغلال الجهات الدينية أو المراكز الدينية كالعتبات الدينية أو غيرها في إفساد البلاد، في ارتكاب يعني مخالفات
كانت قانونية أو كانت حتى تجاوزات على أملاك الدولة أو على أملاك المواطنين. طيب ماذا عن الشعارات التي يتحدثون بها بإعادة الحقوق إلى أصحابها؟ اسمح لي أستاذ، أنا جايتك بالكلام. كل هذه الأموال هسه استغلت واشتروا الأراضي عنوة من المناطق القريبة من الأضرحة والعتبات المقدسة، كلها في سبيل تمويل، يعني استخدوها كتمويل لقتل الشعب العراقي وخاصة السنة، وقاموا بتمويل الحشد الشعبي يعني حتى في سبيل انه يعني ليش خلوا تقريبا الوقف الشيعي ما ادري قد 300 وكسور مليار والوقف السني مليار، يعني هاي شو يسووا بها غير هم يستغلوها في عمليه القضاء على كل شيء ضد الحكم الشيعي اللي موجود في العراق او ضد الحكومه، او يقومون بعمليه انه جرف المدن وقتل أبناء، وهذا اللي ما صار بالمحافظات العربيه العفو العراقيه وخاصه في منطقه سامراء، وبعد وبعد راح نشوف انه في منطقه دياله وقاموا بعمليه يعني استاذ هو الدين الاسلامي، هم الشيعة دين اسلامي واحد، عندنا ربنا واحد، رسولنا واحد، يعني هم يقولون احنا سنة، ليش دخلتوا هاي العادات والتقاليد اللي اثرت على الدين الشيعي واعتبرت الدين؟ وضحي بس، وضحي بس حتى لا يكون الكلام في تعميم خاطئ، انت تقصدين جهات معينة ام تقصدين بالعموم؟ لا استاذ احنا نحكي عني على السلطة السياسية ورجال المعممين. وضح الكلام حتى فقط لا يؤخذ، لان هناك من يقطعون هذا الحديث. لا استاذ يعني بقول مع الاعتذار الى الشيعة الطيبين انه هذول مو بيديهم، هذول السلطة عليا، هم قاموا بعملية الاستحواذ وعملية وحتى انه قامت السلطة العراقية بالذهاب الى الدول العربية للحصول على مخلفات الدويلات اللي صارت بعد سقوط الدولة العثمانية، خاصة عند الدولة الفاطمية في مصر، وانه طلبوا انه يريدون المساجد مال الدولة الفاطمية، فرفضت مصر، قالت احنا كاسلام كليتنا، يعني ليش هذا التفرقة وانتم ليش تجون تاخذوها من عندنا وتقومون بعملية نشر المذهب الشيعي؟ فالعراقي هسه عرف انه الدين استغل لضرب العراق. شكرا ام عبد الله، شكرا جزيلا، وضحت الفكره، وضحت الفكره ام عبد الله من بغداد، الدين استغل لضرب العراق. علي من كربلاء تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لحضرتك استاذ محمد والى الساده المشاهدين والى كادر القناه. حياك الله. طبعا بخصوص حلقه اليوم على الحكومة العميلة المتمثلة بالحوزة اللادينية اللي تتمثل بعبد المهد الكربلائي وأحمد الصافي في محافظة كربلاء، بدأت يعني تشتري البنايات المتمثلة بالفنادق والأسواق وكذلك المحلات التجارية في عام 2014، وبدت يفرشون بيها وتحولت المحافظة إلى يعني شيء لعب النفس. طيب بأي حق؟ بأي حق يا علي؟ إلى المحافظة. بأي حق يتم السيطرة على المحال التجارية وعلى أملاك المواطنين؟ طبعا أخوي الكريم أذكر لك نقطة، إنه هاي يعني الفنادق والمحلات التجارية يشترونها بفلوس أهل البيت. صراحة فلوس مليارات يعني اللي تدخل إلى العتبات المقدسة يشترون بها الفنادق ويغرون أصحاب الفنادق والمحلات التجارية على شراء. الموضوع لو يوقف عند عملية الشراء الطبيعية التي تجري بين أي طرفين كان هين، لكن فقدنا اتصال طبعا مع علي، لكن بحديث رئيس مجلس محافظة صلاح الدين يقول بأن هناك استحواذ وسيطرة بالقوة على مناطق معينة وعلى محال تجارية وعلى أسواق وعلى منازل المواطنين، وتوقفت الحياة بشكل عام في بعض المناطق المحيطة بهذه المراقد وهذه العتبات
الدينية الموجودة في سمراء. الموضوع طبعا كذلك موجود في كربلاء، والدليل أن هناك تظاهرات تخرج الآن رفضا لهذه السياسات ولهذه السطوة. إذن الموضوع لا يقف عند قضية بيع وشراء بين طرفين، الموضوع هناك استحواذ بغير وجه حق بعيد عن القانون، وهذه اعترافات حكومية، وهناك مطالبات بالحد من هذه الانتهاكات التي تقوم بها هذه المؤسسات الدينية للأسف الشديد. معنا أبو عبد الله من لندن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك ولقناة الرافدين وسادة المشاهدين. أخوي محمد، الله عز وجل يقول في القرآن: وإن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. فهؤلاء المرجعيات الرهبان ويعني المتخلفين يأكلون أموال الناس بالباطل، لكن أنت يعني كنت يعني أنا يعني سبب المشكلة، جذور المشكلة. أنت تقول لي لا ترجع إلى الماضي، إلى العقائد، لأنه لولا العقائد لولا التاريخ، يعني هم شوهوا التاريخ وساروا في طريق الخطأ. يعني هم يعني معتقداتهم، هؤلاء المرجعيات يظنوا أن مناطق السنية وأهل السنة نواصب وكفار يجوز قتلهم وسرقة أموالهم، وفي نفس الوقت يستغلون جهل الناس وعوام الناس. هؤلاء الذين يمشون خلف هؤلاء هم مساكين يستغلون جهلهم، يعني يقولون تعال ادفع الخمس، تعال اعمل كذا كذا كذا، يعني يدفعون الخمس ويجمعون الأموال، يعني يعطون لهؤلاء المرجعيات وهم يتمتعون وأولادهم وأقاربهم. هذه المصيبة. وإلا نحن يا أخي لو إسلام المصدر، إسلام الحقيقي، إسلام دين التعايش، إسلام دين المحبة، يعني حتى لا يجوز التعدي على الجار، احترام الجار. يعني الناس، يعني نحن عشنا في العراق أهل وأقارب، فكيف يأتي بجار يعني يستغل أرض الجار، يأخذ بيت الجار، يأخذ أمواله، يقتله. فهنا يجب أن يرجع الناس إلى رشدهم، إلى عقلهم، وإلى التوعية والثقافة. وهناك يعني أن يرجعوا إن الصحابة كانوا عايشين في أمان وسلم، ولكن حصلت الفتنة. حتى يعني عندما حصلت الفتنة فهؤلاء استغلوا، هؤلاء المجرمين استغلوا هذه الفتن علشان يسببوا هذه الفتن. لأن يعني الله عز وجل يقول في القرآن حتى يعني المسلمين، يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، إنما المؤمنة إخوة، فحتى في قتالهم لم يكفر. فهؤلاء يعني مشكلة مراجعهم يعطون فتاوي خاطئة، يستغلوا مناطق سامراء في صلاح الدين، يعطون أفكار خاطئة. يعني هذه المصيبة أخي محمد. هذا يجب توعية الناس، يجب أن يعرفوا أن الإسلام لا يجوز، لا يحل هذه اللي يفعلوه. طيب أشكرك أبو عبد الله، كنت معنا من لندن. أنا فقط لدي ملاحظة بخصوص المشاركين الكرام. الموضوع اليوم للتحديد الموضوع عن دور هذه الجهات، المؤسسات الدينية، العتبات الدينية وغيرها والقائمين عليها ومن يديرونها بالسيطرة على ممتلكات ومحال تجارية لمواطنين، تمددهم بهذا البلد عن طريق سيطرتهم على جهات سياسية وعلى ميليشيات وعلى تجذر في الدولة بآراء سياسية أيضا مغيرة للواقع السياسي في العراق الآن. الموضوع نريد فقط أن ننوه أن لا تدخلونا بالقضايا الدينية. ونعود بالتاريخ، من بعض المشاركين طبعا يقومون بعملية استرسال، نتوسع بالفكرة، احصرونا بموضوع أنه لماذا هذه المؤسسات تستغل شعاراتها الدينية وتستغل الشخصيات الموجودة بها وتستغل كذلك ظروف المواطن البسيط وعقل المواطن البسيط في التمدد والاستحواذ على ممتلكات ليست تابعة لها بغير وجه حق. النقطة الثانية، أين دور السلطات المتعاقبة منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة بتحجيم هذه المؤسسات ومنعها من التجاوز على ما ليست لديها بها أي حقوق، أي جهة كانت، إن كان امتلاك أموال المواطنين أو إن كانت مؤسسات حكومية أو أملاك الدولة بشكل عام. إذن حتى بس يعني لا ندخل بقضية التاريخ ويصبح الموضوع ديني أكثر مما هو
موضوع بلد وموضوع مجتمع الآن يعاني. مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود بقمانة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم، من عبد الخالق الناصر، تحية لقناتكم ولكادر القناة. إلى متى هذا الحال؟ الشعب يحتاج إلى مساعدة وناس تبوق الأموال. مع الأسف للزينين، احتراماتي إلهم. العراق صار كله بوق، ليش حسوا بحال المظلومين؟ شكرا جزيلا سيد عبد الخالق. ولدينا أيضا رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم يا شعب العراق، فقد ابتليت بالفاسدين والإرهابيين، يقتلون أبنائك تحت راية الله أكبر، والله ورسوله بريئون منهم. يقول: إن السياسيين من الأمراء والوزراء والسفراء يفضلون ويعشقون برميل النفط وليس برميل الديمقراطية العزيز. وفيها حقيقة تحية للدكتور مثنى حارث الضاري، الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، وكذلك لقناة الرافدين بكلمات طيبة. شكرا جزيلا محمد من السماوة. لدينا أيضا رسالة من أحد المشاركين يقول: رجال الدين الشيعة هم الحاكمين الأصليين، ورجال الدولة ينفذون ما يقرره رجل الدين ويأخذون أوامرهم من إيران. معنا السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل. الله يحفظك يا محمد، يحفظ قناتك إن شاء الله، والله يرحم جميع الشهداء بالعراق وعلى رأسهم الشيخ حارث الضاري. ابني محمد، يعني انت جبت على المرجعيات، ما مرجعيات، هم المرجعيات واخذوا 200 مليون دولار من الامريكان. ليش ما انطوا فتوى؟ ليش انطوا فتوى جاديه بال 2014؟ والله العظيم ابني محمد، لو تجي الكركوك والله تبكي، حتى الحدائق حتى المنتزات كلها بنوها هذول التركمان الشيعه، والله ما خلوا فرع ما باعوا. والله العظيم لو تجي كركوك اتمنى تخابرني واوديك المناطق، والله تبكي، والله تبكي. يعني شو اقول لك، يا دوله يا مرجعيه يا دين، ماكو. ايران سيطرت على العراق، انباع العراق قاعه ترابه، يعني بعد بالله هسه واحد حتى قال بفلوس اشتروا الدكاكين والمحلات. نعم ابو زكريا، انا اشكرك للمشاركه. مشاهدينا، طبعا دائما ما كنا نطرح فكرة أن، وسابقا طبعا، أن المحافظات الغربية، نعم هناك كانت طائفية من السياسيين الموجودين في السلطة على رأسهم طبعا نور المالكي والميليشيات الآن التي تتجول في شوارع بغداد ومحافظات أخرى، بينهم هم الذين يكنون للمحافظات الغربية الحقد والبغض وبالتالي حاولوا الانتقام منها كما قال كثير من أبناء هذه المحافظات. لكن عندما تساءلنا أنه لماذا المحافظات الجنوبية التي توجد فيها مركز أو يوجد فيها مركز المرجعية وممثليها وعتبات دينية وهناك زيارات سنوية تحدث دينية وغيرها وأموال طائلة تدخل إلى هذه المحافظات وإلى هذه المؤسسات الدينية، فلماذا يعاني أهلها من الفقر والبطالة والتسول والجوع والحرمان ونقص في الخدمات و الفرص العمل وغيرها من هذه الأمور والتعليم؟ طبعا القائمة تطول حقيقة مشاهدينا، ولن يسعنا حلقة كاملة أو عشرات الحلقات حتى في حصر المعاناة التي يعانيها أهالي المحافظات الجنوبية. تساءلنا لماذا وهم يقطنون في مكان يعتبر هو مركز المرجعية يجب أن يمثل أحسن تمثيل. نأتي هنا إلى نقطة الأموال التي تدخل إلى هذه المؤسسات الدينية. أموال العتبات المقدسة في كربلاء كانت مثار لغط صريح قبل أكثر من بضع سنين. اتهم أحمد الحسيني وقتها وهو عضو في الحكومة المحلية سابقا، واتهم لجنة إدارة العتبات المقدسة في كربلاء بعدم الكشف عن أموال العتبات وطريقة إنفاقها. طبعا اتهم أيضا الحسيني الذي شغل منصب مسؤول لجنة الأوقاف والسياحة الدينية في مجلس محافظة كربلاء، اتهم ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون بالسيطرة على المردودات المالية للمراقد والأضرحة المقدسة في كربلاء والنجف
وذكر أن تسليح الميليشيات يأتي من أموال النذور والهدايا التي يقدمها زوار العتبات، لكن بعد ذلك تراجع عن هذه الاتهامات، يقال من بسبب تهديد ويقال بسبب مقاضاة. ولكن نعود هنا إلى عندما نتحدث عن قضية المقاضاة، نعود إلى نقطة عضو مجلس أو رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الذي قال بأنه هؤلاء فوق سلطة الدولة. نكمل الحديث بعد قليل. أبو ياسين من ديالة، تفضل. حياك الله عيون محمد. حياك الله أبو ياسين. أخ محمد، إذا نقول إن الوقف السني يعني نضحك على الفصل، هو ليش هو أنت نفس هاي الذلة والإهانة اللي استولت على كل أملاك الوقف السني الوقف الشيعي؟ يعني هذا هو كله دخل بالسياسة. يعني شوف إن ما شاء الله الكاظمية والنجف وكربلاء من تحت اختصاص كامل من ناحية الزوار، معنى أنت أمانة تستغل لأنه مهيمنة العتبة العسكرية على أكثر من 3000 محل، لما سمعنا مئات الفنادق و450 دار من أهل السلم مهيمين عليها، ما حد يقدر يبيع إلا المكون واحد. يعني هذا الاستهزاء ليش دخلتوا بها بهذا التعبير كلها؟ ما انتهت إلا جيت لنا بالأمور الدينية. يعني احنا من اللي يقول لنا هسه ما كنا نسمع إنه شيعة آل البيت؟ احنا اللي تركنا الكتاب والسنة، أو هذا الشيء الواضح. سني أقلعت إنه مال وقف شيعي وقف سني ووقوف أخرى، هذا كله سلف نابي سلفات اللي يتحكمون بها رجال الدين المزيفين. اليوم هسه اللي يتحدث يا محمد هسه خليه اشتروا ولكن مو كلكم سمعتوا اليوم استفتاء راح بنا مستشفى كبرى بإيران، من أولى بها الشعب العراقي ولا الإيرانيين؟ اليوم العراق يموت ويروح الطب العدلي والول عنده إمكانية يطلع الهند او يطلع تركيا او يطلع ايران والباقي تموت، ليش تروح توديك بايران؟ لا هاي الاموال مال ابهاتكم، هاي مال امتنا محمد. بالنسبه هاي الواردات اللي تطلع من العتبات المقدسه عشان على بالنفط او يعني اموال طائله كلها جاي تروح بس السارق السارق، يعني هذا هو اللي يخدمكم؟ يعني هذا السارق الحرام اللص يجي يبقى اموالكم عينك عينك تجون تقتله؟ مو ما يصير هذا كله، هذا استهداف. بعدين يا محمد احمد الكريم وشعيا كريم مجلس محافظه وابو مازن هم كلهم كانوا جنود الاوفياء القاسم سليماني والحزب الله وللعصايب، وحتى شوف آل الناس المهجره من صلاح الدين هم ذول استعزام سوا طلعت بسيسها استفاد سبوت. هو من شرع الفساد؟ من شرع النشاط؟ هم ذول جاكين اللي مسؤول عن السنه، يوسفنا جدا يقول ذول مسؤول السنه، ذول ما يمسؤول الناس ذول مداخلات. والنوب ما اكتفوا بها، راحوا النوب لاسرائيل، النوب راحوا يشرعون اسرائيل وحتى يقتلون الشعب الفلسطيني، واحنا نقدم اعتذارنا للشعب الفلسطيني، هذول ما ينصبونا، هذول ما ينصبون المكون لا شعب فلسطيني، اللي يروح لاسرائيل على مود مصلحه نفسه ويروح يجي شعب كامل فلسطيني، اليوم يقاتلون من 48 يوم قبل حجاره وتنزل دماء شهداء ويتبايعون دماء شهداء، هذول مو سياسيين ولا رجال دين يا محمد، ولو بالمجمع الفقهي والوقف السني مستفادين التسليم وايرادات الامام الاعظم الشيخ عبد القادر. شكرا شكرا جزيلا ابو ياسين. زهير من النجف تفضل. زهير الو، وياك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك يا اخي، بس حبيت ارد على ابو ياسين يعني بموضوع سيد علي السيستاني. تفضل زهير اسمعك. اي موضوع سيد علي السيستاني، بس ارد اقول له من انطى الفتوى وحماكم يعني من دخول داعش لمناطقكم؟ طيب ابو ياسين، داعش خلص اعلن العبادي الانتصار عليه، ليش بعد الحشد موجود؟ مو هو اللي انطى وشبابنا راحت وليش ابو الحقد هذا؟ سيد زهير، سيد زهير خلص الحشد طلع بفتوى لحماية كما تقول لحماية هذه المحافظات. الآن حيدر العبادي أعلن الانتصار وخلص العراق تحرر من داعش، ليش الحشد بعده موجود؟ نعم، ليش الحشد بعده موجود؟ يا الحشد هو داعش خلاص لو بعد موجود. خلاص حيدر العبادي قال حررنا العراق وانتهى، اعلنا النصر. احنا اقول لك حيدر العبادي قال حررنا، بس يعني لحد الان مو اكو عناصر داعش موجوده. طيب والحشد يعني ولعد ليش اكو قوات حكوميه اذا اكو ميليشيات بالعراق؟ يعني شنو دور الجيش؟ بس اسمح لي، شنو دور الجيش؟ كانت بزمن المالكي. ولو طيب انا اريد بس انتقل وياك الى نقطه. سيد زهير، سيد زهير
اسمعني هذا مو موضوعنا، موضوعنا ليش انحقد، ليش حلو انحقد يعني حلو احسنت يعني. انا هسه جاي اغير الموضوع وياك لانه اصلا فعلا هذا ليس موضوعنا، موضوع الحشد ووجوده. انا اليوم موضوعي عن العتبات الدينيه. عندك رئيس مجلس محافظه صلاح الدين شو يقول؟ يقول اللي يديرون العتبات العسكريه الموجوده، المراقد الدينيه الموجوده بصلاح الدين، ناس يستحوذون على املاك المواطنين، على املاك الدوله بدون قانون. وبكربلاء طلعت مظاهرات على ممثل المرجعيه، يقولوا لك لانه ذولا ممثل المرجعيه وجماعته يسيطرون على املاك المواطنين، المحلات التجاريه. ليش يا سيد زهير العتبات الدينيه تسيطر على املاك المواطنين واملاك الدوله بغير وجه حق؟ سيد زهير والله يا اخوي خلنا اسوي لك سالفه. احنا بالنسبه لنا السنه ولا شيعة احنا مظلومين بالعراق. تمام لو مو تمام؟ نعم. والعراق ما تقوم لها قائمه ما دام في نفاق وما دام في تدخل ايراني. ايران انا من النجف بس والله العظيم اكره ايران، تلعب روحي من ايران. طيب. بس المشكلة، المشكلة يا زهير انه هاي العتبات الدينية، العتبات المقدسة، هي تحكي باسمكم، تحكي باسمكم يا زهير. تصفق للسعودية وظل هاي الفقرة الله وكيلك بالرجلين قاتلها الجوع والضيم. ما نعرف موضوعك وهذا مو موضوعي، بس احنا راح اقول لك شغلة واحدة، احنا الشيعة الله وكيلك، وانا من مدينة النجف امير المؤمنين، كل احنا نحب السنة وما نحقد على السنة، وأبد بحياتنا ما شلنا حقد عليك. وما كل يحقد عليكم يا زهير، الحقد والكره يجي، الحقد والكره يجي يا زهير للي يمثلوكم غلط، للي يقولون احنا شيعة من مسؤولين وسياسيين ومعممين ويسرقون المواطن. السنة أنفسنا. إذ مقتدى قال شنو؟ قال السنة أخواننا، بس أكو من الخارج يا أخي، من الخارج ما يمثلون هذول. طيب بس إحنا اليوم موضوعنا مو على الخارج، اليوم موضوعنا عن الداخل. الداخل عندك أعرف جهات أعرف دينية ده تسرق. أعرف تحكي باسم المرجعية أعرف وتبوب. أوجه رسالة للنجف إلى كل أخواننا السنة بكل مكان، إحنا نحبكم. شكرا زهير، شكرا زهير. المشكلة، المشكلة أن هذه الجهات الدينية أو هذه المؤسسات الدينية التي تتحدث باسم الشيعة هي التي تقوم بعمليات السرقات. لن نتطرق إلى موضوع السنة أنفسنا وما يقوله مقتدى الصدر وهذه الشعارات، ولا موضوع الحشد الشعبي لأنه ليس الموضوع الرئيس، ولكن أيضا هو مرتبط ارتباط وثيق بموضوعنا، دور هذه الجهات الدينية وهذه المؤسسات في تسليح الميليشيات، تكوينها، تشكيلها، دفعها إلى الشارع، أيضا لهم دور. لكن دعونا نعود إلى نقطة وطرحها سيد زهير وقال أنه موضوع الفقر الموجود الآن في العراق. أحمد الحسيني الذي تحدثنا عنه قبل قليل وهو مسؤول لجنة الأوقاف والسياحة الدينية السابق في مجلس محافظة كربلاء، تراجع عن الاتهامات التي وجهها إلى هذه الجهات والمؤسسات الدينية وقال بأنها تسيطر على أملاك الدولة وعلى طبعا أموال التي تدخل إلى هذه المؤسسات، لا أحد يعلم ما مصيرها وأين تذهب، وهناك تضليل على هذه القضية. يعني يبدو أنهم بدافع تهديد، بدافع مهما كان. غير أن الحسيني لم يكن الوحيد الذي أثار هذا الموضوع، هناك أيضا من يتساءل عن الجهة التي تدير هذه الأموال، وهل هناك رقابة على هذه الجهة أم لا، سيما أن عضو في لجنة السياحة الدينية تحدث وهو رفض أيضا الإدلاء باسمه وبياناته خوفا طبعا. قال إن لجنة السياحة الدينية في الحكومة المحلية ليس لها أي دخل بإدارة أموال العتبات المقدسة في كربلاء ولا تملك أي تفاصيل عن هذا الموضوع، ولفت إلى أن هذا الشأن من اختصاص اللجنة العليا لإدارة العتبتين المقدستين. معنا اتصال. سيد صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لموضوعكم والعتبات المقدسة والاستحواذ على الأراضي والمحلات والأسواق والشوارع المؤدية للعتبات المقدسة والمكانات اللي تقول عليها السنتر اللي قريبة هناك على العتبات المقدسة، احنا نعرف ان اكو مافيا من ضمن المرجعية هي المهيمنة ومسيطرة على كل هاي الأراضي والمحلات والفنادق وغيرها وجاي تديرها، اضف الى يعني وياها الواردات مال العتبات المقدسه اللي جاي تجي وتستحوذ عليها ايضا المرجعيه، واحنا نعرف ان اهل النجف
وكربلاء وسامراء اللي بيها مراقد. يعني نشوف احنا حالة الشارع العائلة النجفية شلون تعاني الأمرين من الجوع والعوز، ما سوت اي شيء، بالعكس طلع السيستاني باني مستشفى في ايران، مستشفى خاص من اموال العراقيين والعتبات المقدسة. أنا عندي سؤال يا سيد صباح، اتصل بينا قبل شوية السيد زهير من بغداد، قال بأن هناك جهات مندسة وهناك جهات خارجية هي التي تتحكم، سيد زهير من النجف قال بأن هناك جهات مندسة وخارجية هي التي تضرب بهذا المجتمع، هي التي تحاول أن تخرب. قال بأنه أنا في النجف ولكن نحن نعاني من حالة فقر شديدة ولدينا معاناة ولدينا أشخاص سيئون لا يمثلون لكن يتحدثون بتمثيلنا. مع ذلك طرح اسمين أو مجموعة أسماء حقيقة وحاول أن يعني يضعهم كخطوط حمراء من خلال كلامه، وهذا ما فهمت. طيب الجهات الدينية المرجعية وإن كانت مقتدى الصدر أو حتى من يمثلون المرجعية، لماذا يجب أن يكونوا خطوط حمراء؟ ما القدسية فيهم كأشخاص؟ هؤلاء بشر مثلنا يرتكبون أخطاء، هناك عتبات دينية تدار من قبل هذه المراجع الدينية تقوم بعمليات انتهاكات وسيطرة واستحواذ على أملاك الدولة وأملاك المواطنين، وشوهوا سمعة وصورة هذه المؤسسات الدينية، لماذا السكوت عنهم؟ لماذا نحاول أن يعني نراعيهم أو نحاول أن نطبطب عليهم بشكل أو بآخر؟ هناك سراق في هذه المؤسسات الدينية وباعترافات حكومية، لماذا نخشى منهم؟ أستاذ هذا الخلل اللي تحكي هسه عنه لماذا وغيرها يعني موجود بالشارع العراقي، بالشعب، بالشعب هو اللي منجد هيك شخصيات، واحنا نعرفهم كلهم سراق وفاسدين وهم اللي دمروا العراق. كل المرجعيات ما خدمت ابناء جلدتها او ابناء المذهب الجعفري اللي هم يتبعوهم، شنو اللي بنوه مقتدى صدر او السيستاني او غيرهم، بنوا من الجسور او مستشفيات او مدارس نموذجيه او غيرها، كل شيء ماكو، اي خدمات ماكو بالنجف وكربلاء. فالشارع العراقي والناس اللي تتبعهم هم اللي مجدهم وسوهم فلان خط احمر وفلان خط احمر، وهم كلهم ناس عصابات مافيات منظمه محميه بالقوه السلاح الميليشياوي. احنا نعرف هالشيء، اي شخص من ابناء النجف يمكن ما يقدر يطلع يحكي بصراحه ومعلن عن اسمه، لأنه نعرف احنا ثاني يوم راح يتم تصفيته. يعني هي هاي المافيات. طيب. هم ذول الخطوط الحمر يصفون اي شخص يصير بالضد من عندهم ويحكي على سرقاتهم والفساد الموجود والخمس اموال الخمس المسلمين بكل بقاع الكره الارضيه. شكرا جزيلا سيد صباح، اعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. نعرض لحضراتكم الان مشاهدينا الكرام مقاطع سريعه عن هذا الموضوع لنختتم الحلقه. كربلائيون في المدينة القديمة يتظاهرون على بطش نظام العتبتين العباسية والحسينية كما وصفوا. هاي الورقة ما حد يملي عليها، هاي الورقة قانونية وخلي يجي الثان قانوني يواجهني ويقول. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.